الشعر المحنى ينمو محنى، والشعر الأبيض ينمو أبيض، والشعر الأسود ينمو أسود، وليس له ظلم. هذه الظهيرة الشريفة إذا خرجت في الخارج في الظهر يأتي الغمام فورا يظلها، وفي الذكر تتحرك. وعلى آله وصحبه. احنا بس خليكم تشموا الشعر الشريفة، بس يعذرونا فقط للشيخين. تشموا مولانا هنا لما تخرجها من الخارج تشعر الغمامة. قلب رسول الله.